السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم 11/12/2020، اليوم الجمعة، في زيارة للفت الأزرق بمنطقة القصيم المملكة العربية السعودية تحت إدارة البطل منصور المطيري أبو عبد الله. تمام، فقلنا بقى نصور لكم كده إيه الزيارة الجميلة دي. هنتفرج على اللفت كده من بره، تمام، ونفرجكم الحمام ونسلم على ابو عبد الله. تمام، ده منشر خارجي، هو كان من ده المهبط، فهو قال نستفيد منه نعمله زي منشر كده يساعده في التثبيت وكده. تمام، هنا ده مهبط اهو. تمام، والدلات اللي هي الحمام بيدفعها كده عشان يدخل. تمام، الحمام بسم الله ما شاء الله، بنطمن جميع المشتركين الحمام بصحة جيدة بإذن الله، الله يبارك ويطرح البركة. والنهاردة الحمام راجع من 60 كيلو، وإن شاء الله الحمام هيروح بكرة تاني رمية 60 كيلو تدريب، هتبقى تالت مرة تكرار إن شاء الله. تمام، طبعا بقى اللفت في أرض مستأجرة، فالنخل ده طبعا تبع الأرض، فمش كلمت انا ابو عبد الله عليه ان هو ممكن يبقى عائق ولا حاجه، بس هو قال ان الحمام اتعود عليه خلاص. طبعا اللي هيشوفه اول مره يقول لك النخل ومش النخل وازاي ومش ازاي، لكن الحمام طبعا اتاقلم، هو زي ما بنقول ايه حمامك على ما تعوده. تمام، فما شاء الله يعني. وده عربيه السباق ايه تدريب ما شاء الله، مجهزة طبعا عشان يبقى فيه نوع من الراحة للحمام في تدريباته السابقة إن شاء الله. هلا أبو عبد الله، حياك الله، كيف حالك؟ والبطل بقى عيد محمود الماجيكو بتاع مصر هنا في السعودية، حبيبنا اللي عرفنا على أحسن ناس في المملكة العربية السعودية كلها. والله الله يبارك فيه. اسمح لنا أبو عبد الله بقى ندخل عند الحمام شوية. بسم الله، بسم الله ما شاء الله، ده اللفت من الداخل. تمام، المساحة بسم الله ما شاء الله كافية ووافية جدا للحمام، والعدد مش يعني العدد مش متكدس، مفيش زحمة ما شاء الله، الصحة باينة على الحمام تبارك الله ما شاء الله. راجعين النهاردة من تدريبة 60 كيلو، وان شاء الله هنكررها تاني بإذن الله بكرة، وان شاء الله باذن الله اكون موجود في التدريبه دي باذن الله، هروح معاه ان شاء الله ونصور لكم برضو ايه العربيه وشغل ازاي بنفتح الاقفاص، وافرجكم بقى الترتيب بتاع العربيه. طبعا مهمه جدا، وهتبقى مهمه جدا عندنا في مصر بالنسبه لسباق اسوان، لان سباق اسوان انا من وجهه نظري ان هو ممكن يبقى فيه نتيجه افضل من كده، لكن سوء النقل وتوصيل الحمام لنقطة الإطلاق هو اللي بيبهدل الحمام وبيخلي الحمام ما بيعملش النتيجة المرجوة يعني. تمام، فإن شاء الله إحنا بنعرض الفكرة، وطبعا المسؤولين ده دورهم بقى إن هم يحاولوا يغيروا من الطريقة عشان نقدر نتغلب على محطة أسوان اللي هي بتعمل يعني في بعض الأحيان حاجات كارثية، الأعداد كبيرة بتتفقد. انا زي ما قلت من وجهة نظري ان الموضوع هو سوء نقل، بس لو الموضوع افضل او يعني بقى في عربية مخصصة ومناسبة للنقل، الامور باذن الله تتحسن اكتر من كده ان شاء الله. تمام، ده كده الحمام اهو بسم الله ما شاء الله، ده الضلع رقم واحد. تمام، طبعا الحمام اللي بايض ده تبع ابو عبد الله صاحب النقطة، مش الحمام اللي هيسابق يعني. تمام، في بعض الهواة طبعا هم هنا مش بيعملوا مزادات الا اذا بناء يعني على طلب المتسابقين، فبعد موسم السماء ما بيخلص كل متسابق بياخد الحمام بتاعه. تمام، فاحنا بنفرجكم الحمام، والحمام بسم الله ما شاء الله بصحة جيدة، وان شاء الله هيتم الجمع كمان شوية كده ونحطهم في الاقفاص استعدادا لرمية 60 كيلو بكرة تدريب. بسم الله ما شاء الله الطيور واكله من الظهر وما شاء الله
باين عليهم الصحة تبارك الله، الله يبارك لأصحاب الحلال. وانتظرونا على قناة الحمام الزاجل وعلومه مع أخوكم في الله محمد عاصم مع كل جديد وفريد إن شاء الله. بإذن الله يبقى موسم خير على كل المشتركين وموسم خير للنقطة، وإن شاء الله من تقدم لتقدم إن شاء الله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا الغالين، عاملين ايه؟ ده الفيديو اللي وعدنا حضراتكم بيه امبارح. ان شاء الله النهاردة اليوم 12/12/2020 تدريبة طيور اللوفت او اللوفت الازرق بمنطقة القصيم تحت ادارة البطل منصور المطيري، ودي طبعا السيارة المجهزة لنقل الطيور، وان شاء الله احنا وصلنا نقطة الاطلاق بالسلامة اهو تمام. ودلوقتي بنظبط ايه الطيور وبنظبط وضع السيارة عشان الاطلاق بإذن الله تمام. كان في معاك حديدة كده ابو عبد الله بتحطها في الباب فين؟ ايه الحين بس دقيقة الحين يا محمد شوفوا بقى يا جماعة عشان ما اطلع فوق الحين بالحديدة ما فيش مشكلة. كده ايه بنفك البيبان بتاعت الاقفاص تمام اهو ما شاء الله. بالتوفيق ابو عبد الله ان شاء الله. امين وياك يا محمد. الله يبارك فيك. حياك الله يا محمد. الله يحييك. تمام احنا بنفك البيبان دي عشان لما الدراع ده ينزل الحمام كله ان شاء الله يطلع ايه طلعه واحده. وهنوريكم برضو الميكانيكا بتاعت شغل فتح الاقفاص ازاي. طبعا وسيله مواصله طبعا من اهم عوامل نجاح الرميه ان يكون في وسيله مواصله مناسبه تريح الحمام. الحمام ما يبقاش مثلا بيواجهه طيار او نظام الكفرات اللي على الاقفاص وكده، لا دي عربيه مجهزه تمام والقفص متفصل مخصوص عشان الحمام تمام. بالنسبه للحديده دي يا ابو عبد الله معلش هاتها تاني كده ورينا بتشتغل ازاي الحديده اللي انت بتعملها دي لان مهمه. اي حديده ما فهمت عليك اللي انت كنت بتفتح بها دي عادي او اي عود بتحطها هذا قصدك هذا بتحطها ازاي للباب قصدي عشان الهواء. شوفوا بقى دي يا جماعه دي مهمه جدا في بعض الناس بتيجي تفتح للحمام بيفتح للحمام او المندوب اللي مع الحمام بيفتح ويطلع يجري فممكن الهواء يقوم جاي الباب ده يقفل عليا تاني بسبب الهواء. فاحنا بنحط الدراع ده كده عشان الباب خلاص ثابت لا اروح لا شمال ولا يمين. دي فكره جميله فحبينا نوضحها لكم برده تمام. وان شاء الله نتمنى التوفيق للجميع باذن الله. حياك الله يا محمد. هلا ابو عبد الله صباح الفل. اليوم عندنا تدريب اللفت حمام اللفت الازرق بالقصيم. اليوم المميز اليوم عشانك انت معنا. الله يبارك فيك. اليوم التاريخ 12/12/2020 اليوم السبت. باذن الله رمي موفق. عندنا تدريب ان شاء الله 60 كيلو. باذن الله. وهذا الحمام وعسى الله يبارك للمشاركين ولنا. يا رب اللهم امين. وهذه السيارة حقت التدريبات. باذن الله. نصور الجو حتى الجو اليوم جميل الجو. الجو صافي مفيش ضباب ولا أي حاجة يا جماعة والشمس طلعت أهي ما شاء الله. بنتمنى التوفيق للجميع والمجال مفتوح. نقطة الإطلاق كلها إيه أرض منبسطة زي ما قلنا لحضراتكم. مفيش أي عوائق قدام طريق الحمام إن شاء الله. وبإذن الله رمية موفقة أبو عبد الله بإذن الله. آمين جزاك الله خير يا محمد. حبيبي الله يبارك فيك. الله يسلم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اطلاق طيور نقطة اللفت الازرق من فئة القصيم من مسافة 60 كيلو في جو، ونتمنى التوفيق للمشتركين ان شاء الله. بسم الله الحمام وجه اهو، بسم الله ما شاء الله. بالتوفيق ان شاء الله ابو عبد الله. تمام، تم اطلاق الطيور اهي. هنوريكم بقى الميكانيكا بتاعه فتح الاقفاص. كده الاقفاص مفتوح زي ما حضراتكم شايفين اهو. تمام، لو حابين نقفلها ابو عبد الله نفتحها تاني. معلش الحركه بتاعتها ايه مع بعضها. تمام، لا احنا في تدريب فما في مشكلة، ما فيش لكن مشكلة سباق دي. نربطه عشان يفتح الباب بيتربط، فطبعا لما الدراع ده هينزل الباب هيتسحب معاه اوتوماتيك. تمام، فهيكون الموضوع بتاع الفتح والقفل هيكون اسهل بكتير ان شاء الله. وان شاء الله خير وبالتوفيق يا ابو عبد الله، وان شاء الله عقبال النهائي كده باذن الله، ويكون موسم خير علينا ان شاء الله. ان شاء الله، جزاك الله خير يا محمد. الله يبارك فيك. تمام كده يا جماعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.